السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. إلى هذه أول مرة تزوروا القناة، أدعوكم اشتراك في القناة مع ضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله. اليوم جبت لكم وصفة رائعة لرفيز التونسي، الوصفة الأصلية بطريقة مميزة وطريقة تقديم رائعة. راح نديرو محشي الآن. راح نعطيكم المقادير تاع رفيز التونسي، مقادير مضبوطة. من بعد نعطي لكم المقادير تاع الحشوة اللي راح نديروها في هاد الطمينة أو رفيس الرائع. بالنسبة للمقادير، هنا كما راكم تلاحظوا عندي سميد متوسط. أنا هنا نستعمل سيم، ولا ما قلتو السيم تقدروا تستعملوا مولا نوعية رائعة وجيدة. هنا نحتاج إلى عجينة التمر. انا هنا عندي 3 كيلات تاع سميد متوسط، وهنا عندي كيلة تاع التمر، عجينة التمر، عندي كيلة تاع الزبدة، وعندي هنايا 2 ملاعق حتى 3 ملاعق تاع العسل. اذا نروح الان مباشرة لطريقة التحضير. اول شيء هنا راح ندير السميد تاعي نفورو، لانه ضروري جدا انه نفورو. هذه الطريقه الجيده راح يعطي له ذوق، وكذلك ريحه السميد كامل تروح، وراح يعطي له واحد البنه مختلفه تماما عن يعني كي نديروه يتحمص فقط. امام طياب راح يجيكم الحبيبات هذوك تاع الحرشة أو تاع السميد تاعكم، حتجيكم حبيبات طرية وما تحصلش، يعني ما تحسولهاش تجرح في البلع. وكذلك كما قلت لكم راح يغير لها الذوق تماما. دلنا أنا نجيب باش نكيل الكيلة تاعي. أنا هنا راح نكيل بالكاس تاع 240 مليلتر. بسم الله. إذن هذه الكيلة الأولى تاع السميد، نزيدو الكيلة الثانية. أنا راح نكيل مع قدامكم باش تشوفوا المقادير المضبوطة، خاصة المبتدئة. هذه الكيلة الثانية وهذه الكيلة الثالثة والأخيرة. ساعات كي ناكلو رفيس ولا ناكلو الطمينة تحسوا باللي هذوك الحبيبات تحسوهم حرشة حرشين كي تبلعوا، لكن الطريقة هذه راح يديرها طرية وجي ما شاء الله. اذا نحطوه في الكسكس. اختاروا الكسكس اللي عنده عويناتو يكونوا صغار باش ما يروح لكمش هذاك السميد كامل في القدرة. اذا نديرو يفور. لما تلاحظوا انه الفور هذاك بدا يخرج من السميد تاعكم طفوا عليه، ونرجع ان شاء الله بعد ما يفور هذا السميد بقى معنا. هنا بعد ما فورت السميد تاعي الان راح نخليه يبرد تماما، لكن قبل ما نخليه يبرد لازم نفوت له كامل باليد حتى نحيلو كامل هذا الكتل. هكذا راه سخون شويه. بعد ما نحيت له كامل هذاك الكتل، هنا كيما راكم تلاحظوا السميد تاعي هنايا برد تماما. الان راح نعمرو في مقلاة تكون ثقيلة ولا في طاجين باش نحمص هاد السميد. دا كيما راكم تلاحظوا هنا على نار قليلة حطيت هنا مقلاة ثقيلة كيما راكم تلاحظوا، نوعية جيدة، وعندي هاد الأداة تاع السيليكون. شوفوا عريضة، إذا ما عندكمش هدية ديروا الكرتون وتبداو تحركوه هكذا باش يتحرك لكم بالبزاف، ماشي جهة يطيب وجهة يتحرق. نقعدو نخلطو ونحركو دون توقف حتى يتحمص لكم الحرشة تاعكم وتاخذ اللون الذهبي. إذا أنا نحمص السميد تاعي ونرجع فيما بعد بقاو معنا. هنا بعد ما حمصت الشيشة
ما خليتهاش تاخذ اللون الذهبي بزاف، تكون شويه بيضاء. ما بعد كما راكم تلاحظوا الان مباشره راح نضيف لها كميه من الغرس اللي كنت عطيت لكم المقادير مضبوطه. الان راح نفتو مليح باصابع اليد، نحكو مليح كيما ندير مبسس باش يدخل مع السميد بهالطريقة حتى يذوب كامل الغرس. الغرس هذايا نوعية جيدة، ما يجيش فيه هذاك العظام. إذا كان فيه هذاك العظام أنا ننصحكم لازم حتى تفوروه وتنحيوا له كامل هذوك العظام، تنقيوه مليح من بعد تبداو تخدموا به. إذا هنا راح ندخل مليح السميد مع الغرس بهالطريقة حتى يتخلط مليح الغرس مع الحرش. كيما راكم تلاحظوا هنايا الغرس هنا بدا يدخل مع الحرشه، بدا يتخلط ويذوب معاه مليح. نحكو بهذه الطريقه حتى نكملوا وتحسوا بلي التمر تاعكم تجانس جيدا مع الحرشه. هنا نجيب زوج ملاعق تاع العسل هكذا، انا درت هنايا ملعقه صغيره كيما راكم تلاحظوا. نضيف مباشره كيلة تاع الزبده، الزبده تكون على حراره الغرفه ما ذوبوهاش هكذا. ونبدا نعجن الفيس تاعي، نحطهم قبل ومن بعد نعجن. راح نتحصل على هاد العجينة بعد ما طنيتها، نخليها تحكم روحها مدة ربع ساعة حتى نص ساعة حتى تجمد هذيك الزبدة، لأنه هنا كان مازال سخن شوية سميد. ونرجع فيما بعد تبقاو معانا. الان راح ندير نزين الفيس تاعي، راح نزينه على ثلاث طرق مختلفه. الطريقه الاولى اللي هي في مولا السيليكون، نديرو هكذايا كره كما راكم تلاحظوا هنا يحكم روحو، من بعد نبدا نحط في المول. هذه بالنسبه لطريقه التزيين الاولى، وهذه بالنسبة لطريقة التزيين الثانية. ناخد الكرة هكذايا ونغطسها في المول تاع المعمول هكذا، الآن الطريقة الثالثة نبسطو الفيس تاعنا في كيس بلاستيكي هكذا، كلي رانا رايحين نديرو الصابلي هكذا، ونقطع بالطابة تاع الصابلي. الآن نروح لطريقة تحضير الحشوة تاع الرفيس. بعد ما كملت شكلت كامل الأشكال المطلوبة، نروحو لطريقة تحضير الحشوة. بالنسبة للحشو هنا عندي 150 غرام تاع الجلجلان محمص، عندي 100 غرام تاع حلوة الترك، وعندي 150 غرام تاع عجينة التمر. الآن واش راح نعمل؟ راح نخلطهم كامل مع بعض ونعجنهم مليح، نضيف لهم ملعقة واحدة فقط تاع العسيلة باش تجينا سهلة نعجنوها وباش تتلم وتعطيها ذوق هكذا. ضيف لها ملعقة تاع العسل هكذا، ملعقة صغيرة فقط، ونعجن الحشوة تاعي جيدا
بهالطريقة حتى تولي لينة. راح نتحصلوا على هاد العجينة تكون بيضة شوية. الآن راح نضيف لها ملعقة تاع بودرة الشوكولا اللي هي الكاكاو، ونخلط جيدا حتى تاخذ اللون البني. هنا باش نعطوها لون فقط باش ما نخسرولهاش الذوق. اذا نجيب الشكل الاول اللي كنا عملناه مع بعض، راح نحط الحشوة في الوسط ونغلق بهذه الطريقة هكذا. نزيد الحبة الثانية والثالثة والرابعة ونغلق. نروحو للطريقة الرابعة الثالثة عفوا الثانية عفوا، نحطو فيها الحشوة ونغلق عليها بكيس بلاستيكي ونفتح بالحلال. من بعد نقطع بالمول اللي قطعت به الفستوسي هكذا، إذن ناخذ كل حشوة نحطها فوق رفيس، من بعد نزيد نحط فوقه طبقة واحدة أخرى تاع رفيس هكذايا. وبالنسبة للطريقة الثالثة، أنا راح ندير كرة ومن بعد نغطس هكذا بالأصابع اليد، نبسطها مليح ونزينها. إذن راح نتلقاو على مائدة التقديم بعد ما نزين هاد الرفيس. بقاو معنا. إذن هنا بعد ما كملت شكلت الرفيس تاعي، زينت بهاد الحبيبات الفضية بهالطريقة كما راكو تلاحظوا. اللي كنت عملت لها حشوة كما راكم تشوفوا، وزينتها بهذا الأزهر، خدمتهم بعجينة التمر. نتمنى الوصفة تاع نهار اليوم نالت الإعجاب تاعكم، وإلا عجبتكم الوصفة وعجبوكم هاد التشكيلة الرائعة، ما تبخلوش علينا بجان، بارطاجيو الفيديو، شاركوا به الأصدقاء تاعكم. راح نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله، وصفات أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.